حاطط غرفتين بلوك، يعني انا يجيني ابو الشفر يوقف فوق راسي وانا حاطط غرفتين بلوك لان بها جهالي، يقول لي اطلع من هاي قطعته اللي هو وزعت لها الدوله، انا على هبه ابوه هيك دوله خايسه طايحه حضر. العصابات اجت اليوم بدون لا سابق انذار لا كذا، طبوا على بيوت على المنطقة هاي الناس البسطاء، طبوا عليهم بالشفرات وهدموا بيوتهم. زين هاي هدموا بيوتهم فوق العوائل فوق رؤوسهم.